يقص المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم يوم غد الأربعاء شريط مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمواجهة قوية ضد المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوكرانيا والعراق. وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة، فالفوز فيها سيضع أبناء المدرب طارق سكيتوي في مقدمة المجموعة ويقربهم من تحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني. الماتش الجاي غادي تربح المنتخب بجوج لواحد، هذه ضد الأرجنتين، هذه حاجة ضارة، واخا دات كوبا دامريكا ودات كاس العالم، ولكن إن شاء الله احنا عندنا الأمل، وإن شاء الله غادي يكون عيد الخير والتيسير وديما مغرب. ما يكون عيد الخير إن شاء الله، نديو الذهب في أولمبياد باريس، و الشباب ديالنا كيما مزيانين، مستقبل بزاف إن شاء الله، و نديوها إن شاء الله. مواجهة المنتخب الأرجنتيني الفائز بالميدالية الذهبية سنة 2008 ستكون اختبارا حقيقيا لقدرات المنتخب المغربي العازم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الصعبة. ويعقد الجمهور الرياضي المغربي آمالا عريضة على هذا المنتخب، خاصة بعد الإنجازات المميزة التي حققها في السنوات الأخيرة على غرار الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية سنة 2023 وتوفره على العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون مهارات فردية عالية يؤتتون بها فضاءات أعرق الأندية الأوروبية. نتمنى المنتخب المغربي يدي الأولمبياد، عندنا لعابة كبار تبارك الله، عندنا حكيمي، عندنا الرحيمي، عندنا لعابة كيلعبوا، وإن شاء الله نفوزوا بهذا اللقب هذا، وربي يكون معنا إن شاء الله وديما مغرب. كنتمنى إن شاء الله الفرق الوطني المغربي يوصل النهاية ديال الأولمبياد ديال باري، وإن شاء الله ناخذ الميدالية ديال الذهب. وعندنا الدراري صغار، عندنا الدراري اللي كابرين في أوروبا بحال اللي كابرين في البلاد، الدراري كيلعبوا مزيان، إن شاء الله يكون الخير وربي كبير، ونبقاو مجموعين نلعبوا كاملين، وإن شاء الله ما يكون الخير. ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته الأولمبية من خلال تجاوز دور المجموعات والوصول إلى أدوار متقدمة، وهو الذي سبق له المشاركة في 7 دورات أولمبية سابقة، وكان أفضل إنجاز له هو بلوغ الدور الثاني في دورة ميونخ عام 1972 بألمانيا. يخوض المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم تحديا كبيرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لكن مع الإمكانيات المميزة التي يملكها اللاعبون والآمال العريضة التي يعقدها عليهم الجمهور، فإن أصدقاء حكيمي قادرون على تحقيق إنجاز تاريخي للكرة المغربية.